الآن ينضم إلينا من رفح جنوبي قطاع غزة الصحفي محمود عليان، ومن القدس مراسلنا نضال كناعنة، ومن واشنطن أنس الصبار. أبدأ معك محمود عليان، ما هي آخر الأخبار بعد هذه المعارك الشديدة في خان يونس والقصف المكثف لإسرائيل ونيتها زيادة توغلها البري؟ نعم يوسف، حقيقة تشتد هذه المعارك في مدينة خان يونس تحديدا على الجهة الشمالية من المدينة، حيث بلدات خزاعة وعبسان التي يعتقد الجيش الإسرائيلي أنه يجب تكثيف قصفها الآن، لأنها تعتبر مقدمة لدخول هذه القوات إلى قلب المدينة أكثر، وبالتالي المعارك هناك محتدمة جدا. والتنظيمات الفلسطينية تقول إنها تقصف القوات الإسرائيلية بقذائف الهاون وتشتبك مع من نقاط قريبة جدا. يركز الجيش الإسرائيلي على مدينة خان يونس لاعتبارات كثيرة، يعتقد أن أحد أبرزها هو أن الجيش الإسرائيلي في معاركه في غزة لم يعثر على العدد الكافي من جنوده الموجودين لدى الفصائل والتنظيمات الفلسطينية، وبالتالي عملية تسليم أو 4 عمليات تسليم للجنود الإسرائيليين من مدينة خان يونس كانت كافية بالنسبة له لأن يدخل هذه المدينة اعتقادا أن الجنود موجودون في مدينة خان يونس، بالإضافة إلى أن هذه المدينة تعتبر المدينة الأم لرئيس حماس في غزة يحيى السنوار، وهو يجد أن المقاتلين من حماس موجودون في هذه المدينة وقد يأتون إليها أيضا من مدن أخرى من المحافظة الوسطى وكذلك من مدينة رفح، وبالتالي الثقل العمليات الآن متركز على مدينة خان يونس، ولهذا دفع الجيش الإسرائيلي بلواء عسكري من المدرعات والهندسة إلى هذه المدينة، ودخوله فيها الآن يبدو بشكل سريع جدا يستبق التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ويحاول فرض سيطرة كاملة على هذه المدينة من خلال تكثيف القصف الجوي والمدفعي. قتل 4 فلسطينيين في مدينة خان يونس في قصف وقع قرب المستشفى الأوروبي الذي يقع شرق شارع صلاح الدين الذي يفصل المحور الشرقي عن المحور الغربي في المدينة. نعم محمود، سأذهب إلى نضال كناعنة في القدس. نضال، كما قال محمود، يعني للأسف كل ما يكون فيه هناك حديث عن هدنة أو غير ذلك يسبقها دائما تصعيد في القتال حتى في اللحظات الأخيرة، شفنا في مستشفى الشفاء وغيرها. كيف يعني ما الذي تركز عليه القيادة الإسرائيلية الآن مع أنه كل يوم يتم تسريب أخبار عن خلافات بين نتنياهو وقيادات الجيش؟ نعم بالفعل يوسف، يعني أولا لا يوجد قيادة إسرائيلية موحدة ولا يوجد رأي إسرائيلي واحد، هنالك العديد من الآراء والعديد من الاتجاهات، وهنالك فوضى عارمة تدير المعركة في قطاع غزة. من جهة الجيش هو كان يريد الانتقال إلى المرحلة الثالثة من هذه الحرب قبل أسابيع على الأقل، هذا ما تشير إليه المصادر الإسرائيلية والتسريبات الأمنية الإسرائيلية، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يريد الاستمرار في هذه الحرب، وبالتالي القتال ما زال مستمرا في قطاع غزة. وزير الدفاع الإسرائيلي ربما يؤيد موقف نتنياهو، لكن جانس وأيزنكوت أيضا عضواء المجلس الحربي يريدان الذهاب إلى الرأي أو المشورة الأمريكية بضرورة تقليل مستوى القتال في قطاع غزة، لكن ما يجري على الأرض هو أن الأوامر لا تصل إلى الجيش الإسرائيلي، لا يوجد قرار ولا توجد أهداف واضحة، وبالتالي لا يوجد خيار أمام الجيش الإسرائيلي سوى الاستمرار في القتال والتورط أكثر وأكثر، امتداد قواته وتوسيع انتشار هذه القوات على مساحات أكبر في قطاع غزة، مما يشكل مزيد من المخاطر للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. وهذا الواقع نراه على الأرض كل يوم، مزيد من القتلى ومزيد من الإصابات ومزيد من الخسائر للجيش الإسرائيلي. الخلافات داخل المجلس الحربي الإسرائيلي باتت خطيرة جدا إلى درجة اتهام نتنياهو بأنه يضر بالأمن القومي الإسرائيلي. بالأمس نشرت القناة 12 الإسرائيلية أن نتنياهو منع وزير دفاعه جالانت من الاجتماع مع رئيس الموساد والشباك ورئيس هيئة الأركان في إسرائيل، رغم أن هذا الاجتماع كان لعملية
أو لقضية عملياتية على الأرض، وبالتالي هنالك تخوف من نتنياهو من أي التفاف عليه من داخل حزبه، وبالتالي العداء بينه وبين جالانت، هذا العداء الذي سبق الحرب والآن يعود إلى الواجهة من جديد، يؤثر على قرارات نتنياهو وبالتالي على قرارات المجلس الحربي في إسرائيل. بالأمس كان هنالك استطلاع رأي أظهر بأنه إذا ما تم استبدال قيادة نتنياهو لحزب الليكود مثلا برئيس الموساد السابق يوسي كوهن فإنه سيتفوق على نتنياهو 7 مقاعد. وهذه الاستطلاعات تخيف نتنياهو من أي انقلاب داخلي في حزب الليكود، ومن هنا تأتي هذه التصرفات المتشككة لنتنياهو بكل من حوله. صحيح، ويعني المشكلة أيضا أنه وجود طموح لدى قيادات عسكرية أيضا في لعب دور سياسي، لأنه هذا ما جرت عليه العادة في إسرائيل، وهذا يضع الأمور في موضع صعب. أنس الصبار في واشنطن مراسلنا، كيف نفهم الآن تسريبات إعلامية في الصحف الأمريكية عن وجود خلافات بين إسرائيل وأمريكا، لكن عمليا هذا الخلاف غير موجود، حتى أن إدارة بايدن تجاوزت الكونغرس وسمحت بصفقة بنادق جديدة. إلى متى يعني يبقى الإعلام الأمريكي يتحدث عن شيء لا نراه عمليا؟ في الحقيقة هم يتحدثون عن الخلافات القديمة الجديدة وهي متجددة، والاختلاف في السياسات ربما وما يعلن وبين ما لا يعلن كبير جدا، ولهذا تجد أن صحف حتى من بينها إسرائيلية كالجيروسالم بوست التي تتحدث عن هذه الخلافات تدرك تماما أن بايدن ونتنياهو بلغا أو اقتربا من أن يبلغا نقطة كسر العظم، لأن بايدن على الأقل حتى الآن هناك 33% فقط من الأمريكيين يؤيدون سياسته تجاه إسرائيل على الأقل في الوقت الراهن، وهو ما يعني أنهم لا يطالبون بوقف دائم وفوري لإطلاق النار، وبالتالي هناك عدد كبير من هؤلاء الأمريكيين ينضم إليهم مشرعون من الكونغرس، العدد تقريبا أكثر من 60 مشرعا بين المجلسين، هؤلاء يطالبون بوقف لإطلاق النار. لكن ما هي الصيغة العلنية لهذه المطالب؟ هي الانتقال إلى المرحلة التالية، هكذا يحب الأمريكيون أن يقولوا، وهم يدركون أن الانتقال إلى المرحلة التالية سيكون جراحيا أكثر، بمعنى أن الهجمات ستكون دقيقة، وبالتالي يدرؤون عن أنفسهم الكثير من الانتقادات التي توجه إليهم من صفوف التقدميين في بعض الأحيان بعض الجمهوريين، وكذلك جماعات يهودية مناهضة للصهيونية ولإسرائيل. هذه الجماعات الآن باتت تطالب إدارة بايدن بأن يتم وقف، بأن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار. الصيغة التي تستخدمها إدارة بايدن هي الانتقال إلى المرحلة التالية من الحرب أو عبر الهروب إلى الأمام والبحث في اليوم التالي لهذه الحرب، ولذلك وفقا للمصادر سيتوجه أنتوني بلينكين مع نهاية هذا الأسبوع ربما يوم الخميس أو الجمعة إلى إسرائيل، وسيجري جولة في الشرق الأوسط ستشمل الضفة الغربية الأردن ودولتي أيضا الإمارات وقطر وربما المملكة العربية السعودية، وبالتالي هناك جولة جديدة من هذه الجهود بعد أن وصل وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي دريمر إلى واشنطن واجتمع بجيك ساليفان وبأنتوني بلينكين ونقل إليهم الصورة، وهذا جزء من ربما الذي يثير الكثير من التساؤلات حول الخلافات بين بايدن ونتنياهو، أن الاتصالات الهاتفية لم تعد كافية وهناك ضرورة لإرسال مبعوث إلى إسرائيل أو حتى إلى واشنطن. واضح، أشكر مراسلينا في واشنطن، كان معنا أنس الصبار، ومن القدس نضال كنعنة، ومن غزة في رفح محمود عليان.